الراديو 90 90 هواها مصري. بسم الله الرحمن الرحيم، ودائما بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من باب رزق على الراديو 90 90 هواها مصري. كل سنة وانتم طيبين. طبعا راجعين احنا من أجازة المولد النبوي الشريف. كل سنة وكل مصر بخير إن شاء الله، دايما يعيد علينا الأيام والسنين والمناسبات كلها بكل بهجة، كل سعادة وكل ستر، ربنا يحقق كل أماني الناس إن شاء الله في أيام ربنا الحلوة دايما إن شاء الله. حلقة النهاردة الحقيقة يمكن من يومين ثلاثة كده كنا بنحتفل بعيد ميلاد صديق عزيز، هو الفنان الكبير الراحل أستاذ أحمد زكي الله يرحمه، يعني من يومين ثلاثة. ف دايما بنفتكره بكل حاجة حلوة عملها لنا، كل مشهد جميل أضافه للسينما للدراما كلها، كل متعة استمتعنا بيها في أداء هذا الممثل الجميل اللي من جيل أجمل. الحقيقة أنا مش من مدرسة إن اللي بيروح ما بيرجعش، لكن أكيد ربنا بيعوض بمواهب أخرى بمبدعين آخرين، لكن يبقى لكل واحد بصمته وكل واحد طعمه وكل واحد أداءه وكل واحد الحاجة اللي طلعها لنا من يعني من إيه، من نفحة روحه، علشان خاطر يسيبها لنا أثر جميل نتفرج عليه جيل بعد جيل. والحقيقة رغم رحيل أحمد من سنين، إلا أنه الأجيال الجديدة دايما متابعة أحمد زكي، متابعة الفن اللي سابه لنا، متابعة هذا العبقري الجميل الله يرحمه. يعني احنا بنيجي كده في مناسبات دايما نشاور على رموزنا الحلوة، رموزنا الجميلة، علشان دايما نفضل فاكرينهم، عشان دايما نفضل اننا عارفين مين عدى على اللوحة الحلوة اللي اسمها مصر الجميلة، وكمان علشان اكيد ندعي له دعوتين حلوين يستاهلهم ان شاء الله بكل خير. بمناسبة احمد زكي، بما اننا باب رزق، ضيف النهاردة هو شخص من كم سنة، من سنين كده طويلة، استاذ احمد زكي راح له علشان خاطر يعمل دوره في فيلم كل الناس عارفاه، فيلم اسمه كابوريا، فيلم جميل. هذا الشخص الجميل بيعمل مهنة أجمل، لأنها مهنة مصرية 100%، مهنة يعني من أيام الجدود الجدود. هنعرف أسرارها، هنعرف بدأت إمتى، هنعرف تاريخها، هنعرف أحلامه الشخصية، هنعرف إزاي نقدر نرجعها تاني، هنعرف في كام واحد لسه شغال في الشغلانة دي، وهي شغلانة صعبة قوي 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 قوي، لأنك بتتعامل طول الوقت مع النار وبتنفخ من روحك في الإزاز علشان تقدر تشكل وتكون لوحة حلوة ولوحة حاجة جميلة تقدر تسيبها كده موجودة قدامك، وتقعد تقول سبحان الله إنه النفس اللي جوانا يقدر يعمل هذه اللوحة الجميلة جدا. ضيفي هو الأسطى الحاج حسن هدهد، أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف، والله يعني منورنا في استوديو باب رزق والتسعين تسعين، وانا سعيد جدا ان انا النهاردة انت معانا بكل الفنون الحلوة فيما تسمى الازاز المنفوخ. احنا بنسميه الازاز المنفوخ، له اسم تاني؟ الازاز البلدي او المنفوخ. الازاز البلدي او الازاز المنفوخ. قبل الهوى كنت قاعد بتكلم معاك، قلت لي يا دي من المهن القديمة جدا في تاريخنا، وان مصر هي صاحبة هذا الاختراع والابتكار الجميل. طبعا يا مصر طبعا غنية، وغنية بالعبقرة، وغنية بالناس اللي ايديها تتلفف حرير. بس برضو يعني على طوال السنين ديت انا خدت المهنة دي ابا عن جدا. بقالك كم سنة شغال يا حاج حسن؟ بقالي 50 سنة في المهنة دي.
50 سنة أنا 62 ما شاء الله 50 سنة أنت شغلتك أنك أنت كنت صغير بقى يعني 50 سنة معنى كده أنك كان عندك 10 12 سنة أقول 10 سنين عشان أنا لما بدأت في فكرة العمل في نفخ الإزاز اللي تحطه في النار كده أكيد عارفين يعني اللي بيسمعونا شايفين المشهد إلى حد ما وحتلاقوا الصور على صفحة الراديو 90 90 تقدروا تفهموا إحنا بنتكلم فيه أكتر. أنا بدأت طبعا هي مش الواحد بيخش يتعلم على طول، لازم تكون حبيبها، لازم تكون شايف المعلم بتاعك ان هو في نظرك نجم. يعني انا كنت بشوف ابويا نجم. ليه؟ كنت بشوف سفراء، حاجات، ناس يعني كويسة بتقف جنبه وتصور معاه والكلام ده، يقولوا في الدراسة في المصنع القديم او الورشة القديمة بتاعتكم، صح كده؟ دي كانت في الورشة القديمة بتاعتنا في الدراسة، وكان طبعا الفرن احنا بنصيح الازاز بالخشب، يعني زي ام كده ما بتعمل فرن وتقعد تخبز عليه. طبعا بتدس الرز، احنا بقى عارفين ان المهنه دي كده، فهي كانت بتولع الحطب، احنا بنولع بالخشب. كان في واحد يقعد يوقد، وكان الفرن ليه فتحتين زي القطر كده، اما يتملي فحم لازم تسحب الفحم القديم عشان يفضل. طب في واحد كان بيقعد، ده اسمه وقاد، يعني بنقول عليه وقاد، يعني اما قاعد اشتغل كنت اقول له اوقد اوقد، ده مصطلح يعني اديني نار عشان اسيح، اديني نار اكتر عشان الازاز ده يسيح، عشان بعد ما اسيح الحته. طبعا كنا بننزل الفجر انا وابويا وجدي ونبدا نسر الفرن، فالفرن كان بياخد له حوالي ساعتين يعني عقبال ما يسهر، بنبدا نرمي الازاز فيه ونبدا نسهر الازاز. الازاز اللي هو ايه بقى يا استاذ حسن؟ اللي هو والله كله من الطبيعه، الحاجات الفوارغ اللي هي بتبقى فوارغ، ازازات الحاجه الساقعه مكسره طبعا. فالناس بتشيل السليم ترجع، وانا باخد الكاسم متعهد وببعد اعيد تصهيره، بس المشكله مش في الازاز، يعني اي حاجه في الالوان تبقى من الاكسيدات الطبيعيه، ما بنستوردش حاجه من بره. الازاز يدخل بيتصهر في قد ايه؟ ياخد وقت قد ايه عشان الازاز ده يبقى عجينه؟ دلوقتي انا عملت الفرن بعد كنت بسافر ورش عمل، فشفت الفرن شغاله ازاي، فاخدت الفكره بتاعت البيت عندنا زي كده، ما بالغاز بقى دلوقتي يعني زي الست كده ما بتطبخ تيجي بالليل تقفل خلاص خلصت طبيخ، انا برضو الفرن كده، اولع الفرن الصبح ويتسهر وارمي الازاز وابدا اشتغل، لما بخلص العجنه خلاص. لكن العجنه تاخد وقت قد ايه؟ يعني الازازه الصلبه دي لغايه ما تدخل تسيح بقى تبقى عجينه عشان تبدا تشتغل انت عليها وتنفخ فيها وتشكلها. يعني انا برمي الازاز بيسيح في قد ايه؟ حضرتك ممكن دلوقتي يسيح في نص ساعه. في نص ساعه والفرن السهر في ساعه الا ربع بعد ما اطلع المنتج اللي انا عملته امبارح. طيب استاذ حسن احنا بدأنا وابتديت عايز افهم اكتر بكتير جدا، ونرجع كم الف سنة نبقى نشوف تاريخنا في نفخ الازاز، المهنة الجميلة اللي اكيد الناس دايما تقول ايه هي على وشك الانقراض، انا دايما بقول لا، عندي امل انها تفضل وتفضل وتفضل طالما العالم كله بيحب نفخ الازاز المصري الجميل المتشكل بروح قسطة مصري عظيم. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع القسطة حسن هدهد، ونعرف أسرار الشغلانة ونعرف نجيب منين ونعرف نحط الكلام ده منين في بيوتنا. أكيد هننبسط بالحاجات بحلقة النهاردة وأسرارها الكتير. زي ما قلت لحضراتكم أنا معايا النهاردة صنايعي إيديه تتلف في حرير، وأجمل حاجة إنها شغلانة أنا بعتبرها مش شغلانة، بعتبرها حاجة لو ما حبهاش مش هيعملها إطلاقا، لأنه بينفخ كده من نفسه ومن روحه عشان في الازاز اللي سايح ده عشان يطلع لنا الحاجات الجميله جدا جدا، ما بين كوبايات وفازات وحاجات للاضاءه وحاجات كتير قوي، كل ما تحلم وتتخيل بيه. لكن توقفت في واحده في الفاصل الاولاني ان القسط حسن هدهد قسط النفخ في الازاز المصري الشهير العالمي، هو عالمي على فكره وحاجته يعني ايه في العالم كله يعرفها، انه في وقت ما كان بيشتغل هو وابوه وجده في فتره تاريخيه دي. دي فتره الستينات، او يعني في الوقت ده كنت لسه يعني بس في الاخر خبرات الاب على الجد اكيد يعني كانت افضل من انك انت بتاخد من هنا وبتاخد من هنا يعني. لا 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 لا، كان جدي ما شاء الله
ووالدي برضو ما شاء الله كانوا ناس يعني انا لحد دلوقتي انا الحب اللي انا اتعلمته منه المهنة. وسر المهنة، سر المهنة ازاي انت تحب حاجة ويعلموك السر، يعني بيدوك سر حاجة تقعد الاف السنين في دماغك. وانا برضو يعني انا برضو اما اولادي لقيتهم بيحبوها تعلموا وبعدين دخلوا تعلموا معاك، هما من الاساس معايا، لان انا كنت باخدهم في ايدي كده زي ابويا ما ياخدهم كان ياخدني الصبح الفجر في ايده، كنت باخد ولادي وبوظبهم ان احنا ننزل عشان ده اكل عيشنا، فبداوا العيال يعني يحبوهم. وانا اللي بيخش المهنه دي ما بيخشهاش كده، لازم يحبها، لازم يحبها. اه اب والجد اكيد لما بشوف الحاجات بتاعت الازاز المنفوخ دي على طول بروح لفكرة انه بلاقي منها كتير في مثلا الحاجات اللي متعلقة في سيدة نفيسة وسيدنا الحسين، مساجد الكبيرة والكنائس برضو الكبيرة بيبقى في الازاز المنفوخ. هل العيلة شاركت في تأسيس الحاجات دي في المساجد والكنائس دي؟ الكنائس القديمة ومحمد مسجد محمد علي في القلعة، مساجد كتيرة، السلطان حسن، الرفاعي، هي دي المساجد القديمة اللي بتعتمد على المشكاة اللي هو بتلت ودان. أيوة اللازرة. في تجديدها انتوا دخلتوا كعيلة بقى اشتغلتوا بيها اكيد؟ احنا اشتغلنا يعني القلعة ما اتجددت انا روحت عملت الازاز اللي متكسر، انما اي مسجد يعيدوا العمارة بتاعته لازم يرجعوا لي في الازاز، مش انا اللي عامله، اللي كان ابويا وجده عامله. فانا بحلل الازاز بشوف درجة لونه قد ايه حسب المسجد، اذا كان ده تركيب او مثلا بنعمل حاجات معينة بمقاسات معينة، ومهندسين الكورت يقطعوا اللي هم بتوع الجبس ويركبوا والكلام ده، يرجعوا جمع زمهم. المشكاة هي يعني اللي هي بتبقى موجودة في الجامع وبتتنور دي، دي انا مش شايفها في الحاجات دي، هل حضرتك بتعملها؟ دي انا بعملها بس بعملها على فران كبيره، لان دي زي ما قلت لحضرتك تتنفخ في قالب، فرق بين القالب والهاند ميك. الحاجات اللي انت شايفها في المساجد زي الحسين واللازر والحاجات دي بتعلق بسلسله من النص. أيوة كده وعليها أيوة كتابه. آه الكتابه دي على فكره شابلونه طبع، انما انا لما بعمل المشكاه بتاعي دوت لازم يبقى الرسام حريف بيعمل الخط القديم مش طبع، انما كل ده اللي انت شايفه ده مكن. لان يعني انا كاوي مثلا المشكاه من فوق عامل له ثلاث ودان، المشكاه حاليا اللي انا راكب في الحسين والحاجات دي ما بقالوش ودان، فدي مكنه مش مكنه واتفخ في قالب. انما انت كل اللي انت شايفه ده اكن ده انا بعمل حاجات من العصور العصر الفاطمي. يتنفخ في قالب ده معناه انه الازاز السايح مش هاند ميك، الازاز السايح ده يتحط في قالب على قد اللي انت عايزه ويبدا برضو يبقى فيه نفخ فيه في الخراط يعمل الشكل اللي هم عاوزينه، اذا كان كوبايه مشكاه شفشق ويتلف بالماسوره ويطلع على درجتين وينفخ في القالب تطلع الحته. انما انا كل اللي بعمله ده من الدماغ. الحاجات الحلوه اللي قدامنا بقى دي الحاجات آه الزرقاء والخضراء اكيد حضراتكم يعني ناس كتير هيكونوا عارفينها، اللي هي بقى ما بين كوبايات وازايز وحاجات للاضاءه وحاجات كل الحاجات الجميله الازرق. مين زبونك؟ انا زبوني كله اوروبا، وطبعا دلوقتي بداوا المصريين، يعني المعرض اللي كان في ارض المعارض ده الحرف اليدويه من كم اسبوع، من كم اسبوع بداوا المصريين عرفوا يعني ايه اسكمل برامج او دخلوا على الصفحة وشافوا، لان احنا كان عليا اقبال كتير في المعرض، ما لان المصري دلوقتي بدأ يخش بيت عارف وعارف قيمة ان يكون عنده حاجة زي دي في البيت. كل ما تقعد الحاجة دي عندك في البيت وتقعد سنين تزداد قيمة زي الانتيكا. يعني والاسعار يعني اللي انت قلت لي انا مش هقول اسعار بس هي مش غاليه يعني، يعني لا دي مش ضخه. ده هو المصري حبها عشان في المتناول بتاعه. يعني لما يخش ياخد شويه حاجات مثلا 20 30 حته مش عارف كده، انما لما يخش مكان ياخد. عايز اسالك سؤال يعني يمكن ايه، في بيوت وانا دايما بحلم انه بيوت
الزوجات الجدد بقى وهم على وش جواز كده ان هم يجهزوا من الحاجات المصري كل ايا كان هو ايه. هل المطبخ ممكن يتعمل من الحاجات دي؟ يعني يبقى في منديل، هل في منديل اطباق على الكوبايات موجود، اطباق على كل الحاجات اللي ممكن دي كلها دلوقتي حاليا. وعلى فكره من يعني بدل الصيني زي عارف الصيني وطقم النيش والحاجات الغريبه دي، يبقى عندنا الحاجات دي تبقى الحاجات موجود. دي افضل من اي حاجه. ليه؟ مش عشان مهنتي. دي اولا خاليه من الرصاص، صحيه جدا. خاليه من الرصاص، صحيه، نقطة جدا مهمة جدا، صحيه جدا للميه او للاكل او كذا، زي الفخار بالظبط. الفخار صحي جدا. فبتلاقي الناس دلوقتي بقى عليها اقبال، الناس بدات تخش. وبعد انا كمان ما طلبت الجامعه الالمانيه والكنديه والامريكيه بيجوا ياخدوا عندي كورس. يا سلام. طبعا بيديهم بقى سر الصنعه وكده ولا ايه؟ لا، كل اللي ما بديهم سر الدخلات في حته لازم تدكنها يعني. ما انا بدكن على ومعلم اوروبيين بس دكنت. بس دكنت ما ياخدوش السر كله. فدول بيبقى عليهم زي دوره كده عندهم، الدكاتره بتطلب حاجات دي تعملوها عند حسن هدهد. فدلوقتي كل الطلبه والفنون الجميله حسن هدهد. حسن هدهد انت فاكرين طبعا برضو كابوريا، ازاز كابوريا، ازاز كابوريا. لو ازازوكي هازاز ايه؟ الحاجات دي بتحط فيها حاجات سخنه ولا تتكسر؟ تحط فيها حاجات سخنه، بس نرجع للقديم يعني. انت دلوقتي لو طلعت حاجه من غساله الاطباق ساقعه هتطلق فيها سخنة على طول، ولا لازم نعملها زي اهالينا لما كانوا بيحطوا مثلا قبل ما يصب الشاي على البخار؟ طالما ما هي زي ما هي كده تصب فيها. حلو جدا. شاي انا بشرب فيها شاي. انا عايز اقول لكم ان انا مستمتع جدا طبعا بوجود الاستاذ حسن هدهد، ايده تلف حرير بجد بجد، ومبسوط ان هو بيحب شغلته مش واخدها كده مجرد اكل عيش يعني. ومبسوط بالحاجات اللي هو جايبها لنا النهارده. يعني من فيها روح، حاجه فيها روح فعلا، ده اللي يتقال عليها فيها روح فعلا. القلب والعين بيعشقوها. يا سلام. وبعدين برضو يا استاذ يسري، انا بقالي 50 سنه بنادي. انا قلت الحاجات دي ببرامج كتير. خلينا بقى بعد ايه، بعد الفاصل هنسمع اغنيه يعني؟ لا هنسمع اهم بقى، نسمع اذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القاهره، ونرجع نكمل مع الاستاذ حسن هدهد ونشوف الحاجات الحلوه بتاعته دي. الراجل بيبدأ من الفجرية، من الفجرية يروح ورشته يولع فرنه، بعد نص ساعة ولا ساعة الا ربع يكون الازاز المتكسر ده داخل جوه الفرن وبيسيح، يتحول لعجينة، العجينة تطلع بعد نص ساعة كمان يبدأ بتسموه ايه بقى يا حاج حسن؟ معايا الحاج حسن هدهد. أيوة. يعني كبير، والراجل اللي ايده تلف حرير في صناعة الازاز المنفوخ. بتسموه ايه بقى بتاع اللي انتوا بتنفخوا بيه ده؟ دي عباره انبوبه كده؟ لا، ماسوره حديد تبقى مفتوحه، دي اللي بلف بيها وباخد العجينه عليها وبعمل الجسم بتاع العجينه. تديني الجسم ببدا اشكل، بكسر من على بوز الحديده كده البق، ببدا الحم من هنا في لحام فعلا من تحت عشان دهن ديميك خالص، وابدا اسيح ومعايا حاجه زي ماشي كده ببدا افتح بيها الحته واجيب المقاس اللي انا عاوزه. دي بيبقى حاجه اسمها حديده مفتوحه وبلين ومقص، وحاجه على رجل تحميها اسمها مربع. عشان انا خاطر المهنه طبعا. انت كلك في النار. كلي ربنا يرحمنا في الاخر بقى ان شاء الله. لا الحمد لله. كلك يعني همانه فعلا في منتهى الخطوره. بس انت بتقول لي اجدادنا يعني كانوا ما بين الفخار والازاز المنفوخ ده هي العيشه بقى، يعني ما بين الاكل والشرب وكل حاجه. العيشه ده المصري القديم هو الازاز والفخار. ودي حاجه من الطبيعه. انت مصر حاجه صحيه 100%. صحيه. انت بتجيب يعني الفخار ده من طين ارضك الطيبه، الازاز من الطبيعه، الاكسيد من الرمله، رمله سين. انت تعرف يا استاذ ان بياخدوا الرمله في اوروبا، الرمله بتاعتنا هي اللي بيعملوا منها الازاز بتاعهم في بلجيكا والحاجات دي. بس اللي هو احنا بنضرب بيه المثل الازاز البلجيكي والمرايه البلجيكي والحاجات مصري 100%. مصري 100%. وما فيش حاجه بتطلع من مصر الا كلها خير. يعني عندك معادن في مصر، الاكسيد المنجنيز بعمل منه يديك اللون البتنجاني، الكوبالت في مصر بيطلع منه اللون الكحلي، النحاس الاحمر
بعمل منه اللي اخترعوه الفراعنه على المقابر. التلوين قصدي حضرتك، التلوين ده بيجي من الطبيعه برضه، تلوين الازاز بدل ما يبقى ابيض بيبقى ازرق واخضر وبدنجاني، ده من الطبيعه المصريه. احنا معانا هنا تلات الوان، ده الاخضر، ده هاف جرين، يعني ده الزي الاخضر الزرعي بياخد اكسيد اللي هو النحاس، ده بيبقى هاف جرين، نسميه هاف جرين زيتي، وده اللون التركواز، وده الكوبالت. طبعا دي بعد الحاجات، احنا عندنا يعني حاجات كتير جدا. عندنا اللوكيشن مليان هنا. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، طبعا انت كان بيجي لك اساتذه واصدقاء عظام، الاستاذ خيري شلبي، الاستاذ جمال الغطاني، الاستاذ محمود حميده، الاستاذ محمود الجندي، والاستاذ احمد زكي طبعا لما جيت اتعلم منك الصنعه، ناس كتير جدا كان بيجي لك، كانوا زباينك ولا كانوا بيحبوا يقعدوا يتكلموا معاك بقى كده؟ الحته انت القعده معاك حلوه، الله يرضيك يا استاذ ياسر. الحته اللي احنا فيها ديت تعتبر ده استديو مفتوح. اللي انت فين بقى دلوقتي؟ انت نقلته من الدراسه خلاص. مقابر المماليك او صحراء المماليك. صحراء المماليك، يا نهار مسجد قايتباي بالظبط. يا نهار ابيض. الحته دي مطلعه برضه عبقره. يعني الاستاذ خيري شلبي كان هناك. خيري شلبي كان بيعيش معايا، يفطر معايا وينام معايا في قهوه بلدي جنبي. والوتد دي كاتبها برضه وهو قاعد جنبي. وكان عم احمد السماك الله يرحمه الاخر، يعني كان بيحكي له على حاجات والراجل جميل الله يرحمه. فدي كانت استوديو مفتوح طبيعي، فكل المسلسلات والحاجات دي بتيجي عندنا تتصور. فطبعا كانوا بيجوا الاساس ده يقعد. لا وده ادالك بعد كده، يعني انت اكيد ادالك بعد اسلوب حياه، ازاي تقدر تتعامل مع الناس برضو. الحمد لله الحمد لله، انا بتعامل مع ناس من صفة المجتمع كده زي حضراتكم، بس الناس كلها يعني بيبقى روحها حلوة. ازاي يقعدوا معايا ياكلوا طبق الفول واحنا قاعدين على الارض؟ لا انا حاجة اكل معاك تعالى استناني بس طبق الفول والشاي بالنعناع وعيش عيشة جميلة جدا، وتعلمني بقى شغلانة ان احنا نعمل نفخ الازاز. يا ريت صعب، عايز نفس جامد. ها يا ريت. لا مش صعب، الحرفية حلوة، المهم انك تكون حبيبها. لا انا الموضوع حبيبها ده خالص، يعني صراحه جميل حبيبها خالص. واما تيجي المكان عندي هوريك صور ناس عظماء وفنانين، وكل دول قاعدين على الفرن، ومذيعين قاعدين على الفرن بيتعلموا. طب قول لي بقى، انا كنت في فتره، وكنا كلنا في فتره وما زالت اكيد بنخاف من الغزو الصيني، حتى الفانوس دخل الصيني، الحاجات الصيني، ده اثر على صنعتك كبيع؟ هقول لك ايه. قول. الصيني عمل كل حاجه عملها المصري، من الفانوس للسبحه للكلام ده. الا المهنه دي، قعدوا يصوروا معايا اسبوع تصوير دقيق يجيبوا السر دقيق. والاخر رحت في الاخر مفيش فايده، ما يقدروش. كانت اوروبا اللي قبلهم عملتها، انما ده مفيش، يعني ما يقدروش. انا بجد عايز اقول لحضراتكم انه الحاجات اللي موجوده معانا في الاستوديو يعني عينات يعني بسيطه جدا، من نفحه ايد الاسطى حسن هدهد، حاجه كده تحسسك بجد انك عايز تحط بقى دي في دي ميه ساقعه حلوه، ودي مش عارف تعمل فيها الشاي وتشرب كده، حاجه جميله من الطبيعه بتاعتنا اللي بتميزنا. فياريت كل واحد فينا يبدا يفكر ازاي نرجع الحاجات دي جوه بيوتنا، وتبقى جزء من 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 هويتنا المصريه الجميله. الله يا استاذ يسري، في ناس كتير مصريين عارفين المهنه دي وحاطينها، عارفين قيمه يعني الحاجه. الله يرحمه الاستاذ عبد الرحمن الابنودي طبعا كان عنده الحاجات دي في البيت، وجمال الغيطاني حبيبي طبعاً. جمال الغيطاني الله يرحمه عنده الحاجات دي. الناس دي عاشت في الطبيعه في وسط الجماليه، وفي وسط يعني ما كانوش يوم يعدوا لما يحبوا يتفرجوا على الاثر، لو لقوا حاجه غلط في الاثر يقعدوا يقولوا حسن ايه ده اللي عمل في الجامع كده والكلام ده. انت بتعمل بقى وحدات اضاءه كمان في الحاجات دي اللي هي ايه بقى؟ الفوانيس مثلا؟ بنفخ فانوس في قلب الحديد، يعني الراجل الحداد يفصل الحديد زي ما انا عامل له الرسمه، وبنفخ فيه الفانوس العربي. ايوه الله، نفخ مش تركيب، مش تركيب ولا في لا. والفانوس بيبقى عباره عن حتتين، وده ما حدش يعرف يعمله خالص. حتتين اللي هو الفانوس اللي بيتعلق ده،
فانوس بيتعلق كده عربي، هتلاقيه على باب المداخل، على باب يعني كده، على يعني باب زويله، على باب زويله. والله ابوابنا الجميله القديمه دي، باب الفتوح وباب زويله وباب النصر وحاجات جميله. الاستاذ يعني حسن هدود، الحقيقه يعني انا بلمح دايما من قبل حتى ما نطلع هوا فيك لمحه مصري جدا، مصري قوي قوي، وفي جواك شجن، خوف على الشغلانه اللي يعني ايه اللي انت خايف ان في يوم نصحى ما نلاقيهاش نفخ الازاز. ما انا لو ما بخافش على المهنه دي ما كنتش قعدت فيها 50 سنه. انا اتعرض عليا من جميع انحاء العالم اروح كمدرس في البلاد الاوروبيه والعربيه واعمل لهم مدرب ناس. انا دلوقتي بقالي 50 سنه صوتي اتنبح للوزراء والناس والمحافظين، مفيش بقى قدامي غير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو شوف لي حل. مظبوط، هو ده اللي هناديله، لانه طبعا هو يعني محب للحرف اليدويه المصريه ومهتم جدا ببقائها لان دي جزء من هويتنا. هو زي ما بيخاف كده على البلد ويخاف على المصري، يخاف على المهنه، على الناس اللي ايديها تتلف في حياتي. انت المفروض ايه يعني طالب ايه؟ انا طالب، بطالب ان انا اعمل مدرسة. انا مش عاوز حاجة من الدولة، انا عاوز مكان، في مكان زي ما روحت قرطاج كده ولقيت مكان، زي ما روحت المانيا ولقيت مكان، وبيقولوا على نفسهم بتوع هانديميج ومفيش هانديميج خالص. والحمد لله انا الاول عليهم. انا قلت لهم ادوني مكان ومركز عالمي، انا هبني الفرن واعمل اللي انا عاوزه، مش عاوز فلوس من الدولة، عاوز المكان. في مكان ما يكونش، ما انت ما تحطنيش في صحراء وتقول لا، انت عايز برضو مكانك يكون وسط القاهره القديمه فاطميه عشان يبقى التاريخ عايد نفسه تاني. وادرب اطلع نشئ، ما انا ما طلعتش نشئ، في مقاله لسه نازله في اليوم السابع عليا برضو، والمصري اليوم، وده الانقراض. طب انا دلوقتي انا مش عاوز حاجه من الدوله، انا عاوز مكان اعمل فيه مركز اطلع لكم نشئ. طيب دلوقتي لو حد من اللي بيسمعنا بقى بعيدا عن الموضوع ده عايز يتدرب، شاب كده عايز يتدرب، يحب فتاة عايز تتدرب، هو الشغلية دي ممكن بنت تعملها ولا صعب عليها؟ مدرب بنتين، واحدة فرنسية وواحدة سويسرية. بس انا مش هقدر اديهم التوتال كله، انا طبعا بس يعني لو النفخ. حد حب ان هو مصري. يعرف انا بدي كورسات بدي كورسات 3 اشهر، لو حب المهنه بيبان عليه من اول اسبوع، قاعد استحمل النار وقاعد فيها، ما زي لعيبه الكوره كده بصنفهم والعبقري. ما انا بقول لك الله حسن، انت جميل والله، الله يخليك يا استاذ. طيب يعني خلاص، اللي محتاج مع فعلا عنده يعني حابب ان هو يتعلم فكره نفخ الازاز دي، يعني يتواصل معانا عن طريق صفحتنا على الراديو 9090 دلوقتي حالا، واحنا قبل ما يمشي حتى الاستاذ حسن من الاستوديو هنقول له عندك فلان وفلان، ونشوف بقى هم مهره ولا هم محمد صلاح ولا مش محمد صلاح. يمكن قبل بقى ما اختم معاك حلقه النهارده، كل تاريخها كده ورحنا وجينا وبعدين يعني وعرفنا المشكله الحقيقيه في فكره ان خلاص بقى ده اخر ورشه موجوده في نفخ الازاز في مصر. والله هم تعدهم على الصوابع ولادي واثنين، يعني 5 بس في مصر، في مصر بس. برضو العبقري اللي بيشتغل بالصنت الهاند ميك برضو، ما انت تتعلم برضو، في اللي يستقبل منك يعمل 10 تصناف 5 تنصاف، الحاجات اللي بتشتغل. انما اما تيجي المسجد اثري ولا تيجي حاجه ويعاد ترميمه بيرجعوا لي انا، لازم ترجع طبعا. لازم، عشان انا بعمل لهم الهاند ميك ده بشتغل بالصف. عايز اسال حضرتك، الاشكال اللي انا شايفها دي اشكال بشوفها من زمان من وانا صغير يعني، ما بتحاولش تطور الاشكال؟ لا بطور بس لازم يبقى عندي التاريخ. يعني العصور من الفاطمي والمملوكي والكلام، كل حاجه ليها عصر. انت لو اتفرجت على كان في فيلم صلاح الدين الايوبي احد البرامج، جابوا محمد، جامع محمد علي، وما كانوا ببرز بعض بالسيف كسروا قنديل، رحت عدته تاني. يعني اي مسلسل، يعني معنى كده ان حضرتك عايز تقول لي الحاجات اللي موجوده معانا دي ده مثلا فاطمي من ايام الفاطميه، المنظر ده الشفشع، المنظر ده فاطمي، البازة اللي بتحط فيها ورد دي بتبقى مملوكي، وفي روماني وفي الكلام ده، كلام جميل. دي برضو زي فازة. دي ايه؟ دي العصر المملوكي،
بس ممكن اشكل الفازه دي على اشكال. لكن لما يجي لك مصمم شاب كده او فتاه شابه وعداه تصميم تقول له والله عايزين نعمل ده، هل ده بيتكلف كتير؟ يعني بيبقى تكلفه زياده؟ تكلفه زياده، بس دي بتشتغل لما يكون كميات مع مهندسين الديكور. في طبعا مهندسين ديكور بيطلبوا حاجات، بيعملوا فلل بتاع بيعمل حلو. يا ريت نرجع تاني، اولا نحافظ على من تبقى الخمسة ستة اللي تبقوا من شغلانة نفخ الازاز، ونرجع تاني نحط الحاجات دي في بيوتنا الجميلة اللي فيها روح. استاذ حسن هدهد، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك النهاردة، مستمتع بوجودك وقعدتك حلوة فعلا. وانا بشكرك ومستمتع بتسعين تسعين وحضراتك وكرول اللي موجود، وقريب ان شاء الله نعمل حاجه جميله بين باب رزق وتسعين تسعين وحسن هدهد. ويا رب بس المسؤولين يسمعوا صوتي في حكايه الله. المدرسه العالميه ان شاء الله بس خلاص ان شاء الله كل شاكر حاجة جدا. جميله، بشكر وجودك جدا على الحكايات الحلوه والتاريخ اللي احنا ابحرنا فيه واسرار الشغلانه، وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على استماعكم. يا رب النهارده تكون حلقه لطيفه. وبصوا النبي، بصوا ارجوكم كده على حاجاتنا الحلوه المصري اللي بترد الروح، هي من الروح وبترد الروح. بكره حلقه جديده من باب رزق على الراديو 90 90 هواها مصري مع يسري فخراني.